الإرشادات التالية مجرد اقتراحات فقط. القائمون على البرنامج لا يتحملون أي مسؤولية قانونية. لا توجد ضمانة أن الطرق والأساليب المقترحة يمكن أن تحد من الإصابات أو الوفاة. عدت إلى المنزل من العمل. المنزل هادئ. ناديت ولكن لا أحد يجيب. ما الذي حدث؟ وما الخطر؟ ماذا عليك أن تفعلي؟ إنها الثالثة مساءً. يجب أن تكون ابنتك قد عادت إلى المنزل من المدرسة، ولكنها اختفت من دون أي أثر. ماذا عليك أن تفعل؟ عائلتك كاملة على وشك الموت. هل يمكنك معرفة ما الذي سيتسبب بذلك قبل فوات الأوان؟ أنت لست وحيدة في الغابة. هناك دب يزن نصف طن وارتفاعه 10 أقدام اشتم رائحتك. ماذا عليك أن تفعل؟ كيف تشعر؟ أنت أحسن الآن؟ معظم الناس يؤمنون أن البيت هو المكان الأكثر أماناً على الأرض، لكنه ليس كذلك دائماً. يمكن أن يكون هناك خطر كامن في أي منزل، كما حدث مع امرأة من شيان ويومينغ. في ليلة باردة عاصفة، غادرت تامي ماكنلي عملها مبكرة متوجهة إلى المنزل، حيث زوجها وطفلاها. لم يكن لديها فكرة عما ينتظرها عندما تصل هناك. عندما وصلت هناك لاحظت بأن الأنوار كانت مضاءة في المنزل. قلت لنفسي: حسناً، يبدو أن هنالك خطباً ما، لأنهم ما زالوا مستيقظين. فتحت باب المنزل. لماذا الجو حار هنا؟ لم تكن هناك استجابة. كانت الأنوار مضاءة لكن المنزل كان هادئاً. هناك أمر غريب. عندما تعود إلى المنزل، الكلب دوف يقفز نحوها لتحيتها. لم يكن هناك حياة في المنزل. هل أخفض التدفئة؟ ومع تزايد قلقها، تنقلت تامي من غرفة إلى غرفة للبحث عن أفراد العائلة. ثم سمعت صوت التلفاز في غرفة نومها، وعلى السرير كان زوجها كول غير واع ومبللا بالعرق. عزيزي، ماذا حدث؟ عزيزي استيقظ، أنت ساخن جدا، أنت تشتعل. اعتقدت بأن الحرارة قد نالت منه. المنزل كان حارا جدا. سوف أحضر قطعة مبللة، انتظر لحظة. أحضرت قطعة القماش ووضعتها على جبينه. حسناً، هذا أفضل. ما الذي حدث؟ حسناً، تماسك. سوف أتركها هنا، سوف أعود. لكنها ما تزال لا تعرف ما الذي حدث، وأسرعت نحو غرفة ابنتها. بني، عزيزتي، عزيزتي، اعتقدت أن الحرارة قد نالت من أجسادهم. كانت الحرارة شديدة داخل المنزل. لم أدري ما الذي حصل. بني، أنت مستيقظة؟ انظري إلي، انظري، ما الذي يؤلمك؟ يا إلهي، تتصببين عرقا. كنت أشعر بالدوار وعلى وشك الاستفراغ. لحظة، والآن يجب على تامي أن تعثر على كل من ابنها. سمعت صوت جريان ماء. سرت قليلاً وبسرعة توجهت إلى الحمام، وهناك وجدت ابني كولمان. يا إلهي، كولمان! كانت ليلة مرعبة. كان ابنها كول الصغير فاقد الوعي في الحمام والماء يتدفق. ثوانٍ فقط كانت تفصله عن الانزلاق تحت الماء والغرق. للأعلى، قف صغيري. بعدما أنقذت تامي ابنها، بدأت تشعر بالذعر وحاولت أن تستنتج ما الذي حصل. لقد كان أسوأ من ضربة حرارة. أرجوك افتح عينيك. ما الذي حصل؟ كنت خائفة من الذي حصل. لم أكن متأكدة.
ما الخطر؟ لماذا لم يستطع أحد منهم المساعدة؟ عدت إلى المنزل وكان الجميع بحالة إغماء، لا أعرف ما الذي حصل. أرجوك بسرعة، أنا أنتظر المساعدة. أسرع رجال الإطفاء نحو الموقع وقاموا بسحب كول وبيني وكولمان خارج المنزل في الوقت المناسب. وقام فريق الإطفاء بتزويدهم بالأكسجين، وبينما كان رجال الإطفاء يستعدون لتفحص المنزل، أدركت تامي أن الكلب ما زال في الداخل. أخبرتهم بأنني سوف أدخل للبحث عنه، ولكنهم لم يوافقوا، لم يدعوني أدخل. قلت كلبي بالداخل، يجب أن أخرجه. سوف أذهب لإخراجه، لأنك سوف تتعرض لعضة، أما أنا فلن يؤذيني. فتشت تامي المنزل ووجدته أخيراً تحت السرير، وكالآخرين كان يتحرك بصعوبة، لكن على الأقل كان دوف بوعيه. عرفت أنه بخير عندما بدأ بالنباح على رجال الإطفاء، عندما قاموا بوضع الأكسجين له. عندما تمكنت العائلة وكلبها من الخروج بأمان، بحث رجال الإطفاء عن السبب وراء تلك المشكلة. وجدوا أن المشكلة تكمن في سخان المياه، فقد كان يسرب غاز أول أكسيد الكربون أعلى 4 مرات عن حد الأمان. منزل ماكنلي كان ممتلئاً بغاز غير مرئي، لا رائحة له ولا لون، يقتل 500 أمريكي كل سنة، ويرسل 10,000 آخرين إلى غرفة الطوارئ. تامي ماكنلي أنقذت حياة زوجها وابنتها وابنها وكلب العائلة. أخبرها الأطباء أنهم لو حضروا متأخرين دقيقة واحدة لكانوا ماتوا جميعاً. ما فكرت به هو إخراج عائلتي وإنقاذها. لحظة، سأتأكد فقط. أكسيد الكربون قد انخفض. نرى حالات كثيرة من الاختناق بأول أكسيد الكربون في غرفة الطوارئ. أتمنى لو أنك تقومين بإحضار خبير للتفقد الأجهزة. أيضاً أريدك أن تعلمي الدلالات على التسمم بأول أكسيد الكربون. أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون تتضمن الشعور بالصداع، الغثيان، الدوار والخمول. أيضاً انتبهي من تسارع نبضات القلب، فقدان السمع وغبش الرؤية. عادة تختلط الأعراض مع الجلطة القلبية أو الإنفلونزا. هذا ما حدث مع أم من لويزيانا، بدأت بالشعور بالغثيان ولم تعرف السبب، ثم لاحظت أن طفلتها ذات 3 أعوام تمشي بعدم اتزان. قررت المرأة الخروج من المنزل. اكتشف رجال الإطفاء مستويات قاتلة من أول أكسيد الكربون داخل المنزل. كان هناك شق في أنبوب سخان المياه يسرب أول أكسيد الكربون. هناك إشارة تحذيرية أخرى، إذا أصبح كل شخص يشعر بالغثيان، الدوار أو النعاس في نفس الوقت، قد يكون السبب أول أكسيد الكربون. دليل آخر، الحرارة. أتذكرين كيف أن كل فرد في عائلة تامي كان يتصبب عرقاً؟ كان السخان في أوج فعاليته. أي شيء يحترق قد ينتج كميات خطرة من غاز أول أكسيد الكربون، بما فيها سخانات المياه، أفران الغاز، نشافات ملابس الغاز. لتجنب الموقف المرعب الذي واجهته تامي، أحضري خبيراً لتفحص أجهزة الغاز كل سنة، ولتكن في الخريف قبل بدء فصل الشتاء. عائلة تسكن قرب بحيرة في كاليفورنيا نسيت تفقد تدفئة الجدران لعدة سنوات، وفي فترة مفاجئة من البرد قاموا بإشعال الموقد، فوجدت الشرطة الأب وابنه ميتين، والسبب سنجاب قد علق في فتحة أنبوب العادم. ورجاء لا تقوموا بالشواء داخل المنزل. عائلة في كاليفورنيا استخدمت فحم الشواء لإبقاء المنزل دافئا بعد انقطاع الكهرباء، سمم غاز أول أكسيد الكربون كل شخص، بينهم طفل صغير. إذا اعتقدت أن شخصاً قد تسمم بالغاز، أخرجيه إلى الخارج، ثم إلى المستشفى بأقصى سرعة. لا توجد إسعافات أولية للتسمم بأول أكسيد الكربون. العلاج الوحيد هو الأكسجين النقي، يتم تزويدهم به في المستشفى. أمر آخر مهم، اشتري كاشف غاز أول أكسيد الكربون وقومي بتثبيته قرب الموقد أو السخان. ثمنه $50 تقريباً. تأكدي من ارتفاع صوت المنبه، إنها طريقة مكلفة لإبقاء عائلتك بأمان. أنت لا تستطيعين تخطي دب أشهب، ما هي فرصك للنجاة؟ ابنتك تم اختطافها، أنت لا تعرفين من الذي اختطفها أو أين هي؟ ماذا عليك أن تفعلي؟
لا يجب عليك التوجه نحو الغابة أو لزيارة خاطفة لدب. في نيوجيرسي، دب أسود حطم لوح نافذة وأتلف القفل وفتح الباب للدخول إلى الكراج. مواجهة الدب أصبحت أمراً شائعاً. السنة الماضية في الساحل الشرقي كان هناك 3000 شكوى ضد الدبابة السوداء، أما في الغرب فإن الدبابة الرمادية تشكل خطراً أكبر. في ربيع 2002، أبيجيل ثوماس حصلت على وظيفة في مكتب بريد يلوستون. كل يوم قبل الدوام عليها أن تمر عبر طرق تمتد داخل الغابة. لدينا ما بين 400 إلى 600 دب رمادي في حديقة يلوستون القومية، لذلك عليك اتخاذ الحيطة عند القيام بالنزهات أو الهرولة. عام 2002 كان فقيراً بالطعام بالنسبة للدببة. تنزل الدببة أسفل التلة، مما يسبب مواجهة أكثر بين الدببة والناس. أذكر رجلاً كان ينام في خيمته عندما قام دب بعضه، ورجل آخر كان يتمشى على أطراف الطريق متجهاً نحو أنثى الدب وأطفالها فقامت بمهاجمته. في 21 من مايو عام 2002 انطلقت أبيجيل في جولتها اليومية. أخذت معي علبة مياه ومفاتيحي، كنت أضع جرساً صغيراً حول عنقي، فقد قيل لي إن وجود صوت قد يشكل عائقاً أو ربما تحذيراً للحيوانات بأن هناك إنساناً في تلك المنطقة، وبالتالي ستبتعد. اعتقدت أبيجيل أنها مستعدة لكل شيء، كانت مخطئة. لقد توقفت لأنظر من زاوية عيني اليمنى ورأيت جسماً كبيراً بني اللون. عرفت حينها بأنه دب أشهب. لقد توقف عقلي عن التفكير حينها. أعتقد أن كل شيء تباطأ في هذه اللحظة. تذكرت أبيجيل التدريب البيطري الذي تلقته، لذلك عرفت ما الذي حصل. تستطيع الدببة أن تلاحق الإنسان بكل سهولة، فهي قادرة على الجري بسرعة 30 إلى 35 ميلاً في الساعة. لا أستطيع الجري بهذه السرعة. تسمرت في مكاني بما يدعى وضعية الجذع، حيث تقف ساكناً كالجذع تماماً. حاولت عدم النظر مباشرة إلى عيني الدب، لأنك إذا نظرت إلى عيني أي حيوان مفترس هذا قد يزيد من عدائيته. نهض على أرجله الخلفية وبدأ يلوح ويستنشق الهواء. كنت قادرة على سماعه يتنشق. حبست أبيجيل أنفاسها. هل كانت على وشك مهاجمة؟ كان يملك القوة، كان يزن أكثر بكثير مني، كان لديه أسنان ومخالب حادة. تسمرت أبيجيل في مكانها. الحيوان الضخم اقترب منها 10 أقدام ثم 5. اقترب فم الدب الأشهب من يدها. كانت أصابعي تنخز بعض الشيء. كنت أستطيع أن أشعر بأنفاسه على يدي. ثم أطبق الدب فمه على ساقها. استمريت بمجاراته. ماذا علي أن أفعل؟ قد يقوم بتمزيق قدمي، وسوف يصعب علي حينها أن أفر منه. الوضع سيصبح سيئاً لو أنه تذوق طعم الدم. لا أستطيع أن أدعه ينال مني. يجب أن أتصرف. ما الذي حصل عندما قررت أن أقوم بحركة ضده؟ أبيجيل أمسكت بالشيء الوحيد الذي كان معها، عبوة الماء. عندها لن تصدقوا ما الذي حصل. استدار ببطء ثم بدأ بالسير. تابعت النظر إليه أثناء ابتعاده لكي أتأكد من أنه لن يعود ثانية. أسرعت أبيجيل إلى سيارتها مرتعشة خائفة ولكن آمنة.
المدهش أن عضة الدب لم تخترق الجلد. محنتها مع الدب لم تستمر أكثر من 5 دقائق، إلا أن التجربة سوف تلازمها مدى الحياة. أبيجيل كانت شجاعة حقا دون شك. أكثر الناس سوف يرتعبون لو كانوا مكانها. هاك بعض الأمور. عند التوجه إلى الغابة، الدببة خجولة بطبيعتها، سوف تقوم بتجنبك في حال سمعتك قادما. لذلك عندما تقوم بالمشي أو التنزه فأحدث قليلا من الضوضاء. قد يبدو هذا سخيفا، لكن أصرخ كل فترة أو سفط بيديك. الأجراس الصغيرة قد تعمل. لا تسعى الدببة للقتال، لكنها تريد التأكد أنك لا تشكل تهديدا لها. إذا واجهت دبا وجها لوجه، لديك خياران: تسمر في أرضك كما فعلت أبيجيل، أو تصنع الموتى عن طريق الانحناء على شكل كرة وغطي ظهر رقبتك. الفكرة هنا هي عدم الحركة. دع الدب يتنشقك. هذا يبدو جنونا، وقلبك سيقفز من مكانه، ولكن جديا سوف يتوارى بعيدا إذا اقتنع أنك لا تشكل له أي خطر. غالبا الدب قد يهجم، ولكن بسرعة ينصرف عنك. لا تذعر، إنها خدعة شائعة للدببة، فهو يحاول إزعاجك، لذا فهو غير مضطر للقتال. لا تركض أبدا. انظر ما الذي حدث لرجل من ألاسكا. ركض باتجاه دب مذعور وحاول الفرار. ألقاه الدب أرضا وأطبق عليه حتى الموت. كما أن الدببة تستطيع الجري مع ثقل وزنها، إنها سريعة. الدب الغاضب قد يركض بسرعة 35 ميلا في الساعة، وهي تضاهي سرعة الحصان الأصيل. أسرع إنسان يستطيع الجري بسرعة 23 ميلا في الساعة. لن يقودك الجري إلى مخرب. لابد أنه كان مرعبا لأبيجيل رؤية الدب واقفا على قدميه الخلفيتين. هناك سر. إنها ليست وضعية قتال. الدب فضولي فقط، فهو يريد النظر فقط أو أن يشتمك. تستطيع أن تعلم إذا كان الدب في وضعية الهجوم. سوف يبدأ بالإطباق على فكيه وإطلاق أصوات وضرب الأرض بكفيه. عند هذه النقطة خدعة الموت لن تعمل. حاول إظهار مدى جبروتك بقدر المستطاع. قف مشدودا، افتح ذراعيك، اصرخ بصوت عميق. هذا قد يفزعه. لو باءت كل المحاولات بالفشل وقام بالهجوم، فقم بلكمه على أنفه ليفقد صوابه. هذا قد يعطيك فرصة للهرب. لدي اعتراض واحد على تصرف أبيجيل. لم تكن عملية رشه بالمياه بالفكرة الجيدة رغم نجاحها. قد يقوم الدب بتفسيرها على أنها هجوم. ابنتك تم اختطافها، وكلما طال اختفاؤها ازدادت الفرصة في عدم عودتها حية فرزة. ماذا عليك أن تفعل؟ اختطاف الأطفال من قبل غرباء جريمة فظيعة، وهو أسوأ كابوس لدى كل والدين. يحدث تقريباً 300 مرة كل سنة في أمريكا، وفي 40% من تلك الحالات لا يعود الأطفال أحياءً. ميتسي سانشيز تمكنت من النجاة بشق النفس في وقت متأخر من المساء في أغسطس. في الجهة المقابلة لمنزل ميتسي المتواضع كان يقف رجل ينتظر ويراقب. كورتيس أندرسون كان يعرف ما الذي يبحث عنه. فتاة صغيرة يختطفها من الشارع. في المساء التالي كانت ميتسي عائدة من المدرسة برفقة أخيها كارلوس وأصدقائه، وبينما كان الأولاد يتحدثون لم يلاحظوا أنها قد سبقتهم. مرحبا، تستطيعين مساعدتي؟ لماذا؟ انتقلنا هنا وأنا أبحث عن مدرسة الابن الصغير. إنه بنفس عمرك. هل سيذهب إلى فرانكلين؟ أجل، إذن في هذا الاتجاه؟ لا، في الواقع إذا اتجهت غربا سيكون أفضل. لا.
عندما لم تعد ميتسي من المدرسة، بدأت الأم سوزانا بالقلق بأن شيئاً قد حدث للفتاة. نعم، هذا ما حصل. ابنتي هي المفقودة. الشرطة استجوبت العائلة ثم أطلقت عملية تحرن. سوزانا بدأت بالاتصال بكل شخص فكرت فيه، آملة أن ابنتها عند أحد منهم. اتصلت بالمدرسة، كنا نتصل بأصدقائها. كنت أعرف بأنها لن تذهب إلى أي مكان، ليس مسموحاً لهم بالذهاب لأي مكان إلا بعد طلب الإذن. في نفس المساء عملت سوزانا وأصدقاؤها كل شيء فكروا فيه من أجل إيجاد الفتاة المفقودة. بدأنا بعمل النشرات بأنفسنا، كنا نبحث عن ابنتي ولن أنتظر مساعدة من أحد. اتصلنا بالمحطات الإذاعية لنرى فيما لو كان بإمكانهم المساعدة. كنا نقوم بعمل كل شيء نفكر فيه لاستعادتها أو لمعرفة مكان وجودها. صباح الجمعة ليس لدى الشرطة أي دلائل، وميتسي مضى على اختفائها أكثر من 15 ساعة. فرصتها بالعودة سالمة كانت تتضاءل كل دقيقة، حقيقة رفضتها الأم. أردت أن أعثر على ابنتي، الأمر كان صعباً، لا أستطيع أن أشرحه. عندما أسمع باختطاف أطفال الآخرين أشعر بالأسف على الأم، ولكن عندما تعيش ذلك الشعور تعرف كم هو مر. لا تريدين تصديق ذلك، ولكن بقرارة نفسك تعرفين أن هذا حقيقة. لاحقاً ذلك المساء قاد أندرسون عائداً بميتسي إلى حيها، ولكن لم يكن ينوي إطلاق سراح أسيرته. لا أحد يتمنى موتك أو موت أمك. لا، أمي وشأنها. أحذرك ولا كلمة، وإلا ستموتين أنت وأمك. داخل المنزل، سوزانا وعائلتها اتصلوا بكل وسائل الإعلام التي فكروا فيها، وكانوا يستعدون لتغطية جزء آخر من المدينة بنشرات عن الفتاة المفقودة. فجأة قوطعوا بطرق على الباب، وبشكل لا يصدق كان أندرسون من الجرأة بحيث توجه إلى منزل ميتسي وتطوع في المساعدة للبحث عنها. صحيح، ولكن ليس بالوقت المناسب الآن. أعلم، لقد سمعت عن ابنتك وأنا أريد المساعدة فقط. اختطاف طفلة من الطريق بهذا الشكل غريب. فكري فكري. انظر، الشرطة تقوم بالبحث. إذا أردت اترك اسمك وعنوانك. ماذا أفعل؟ حسناً، سوف آتي للتفقد في وقت آخر. حظ الموافقة. عندها أخذ أندرسون ميتسي إلى مكان منعزل يبعد 70 ميلاً عند طرف المنطقة في سانتا كلارا. ليلة الجمعة، سهر سوزانا دخل في ليلته الثانية العصيبة. الآن بدأت تفقد الأمل، ابنتها مختطفة لأكثر من 30 ساعة. أردت الاعتقاد بأنها سوف تتمكن من الهرب. انقضى الخميس وليلة أخرى، وكنت أفكر بالأسوأ، على الرغم من أنني كنت أخبر أبنائي بأنه إذا حاول أحدهم اختطافهم فعليهم أن يقاتلوا، هكذا قلتها. في الصباح التالي، سائق شاحنة كارل تيفوا كان يقوم بإيصال أول طلبية. كانت 11 صباحاً، خلال الساعة 43 من احتجاز ميتسي. أندرسون توقف لإحضار الفطور من مطعم وجبات سريعة، وكان عائداً إلى السيارة. توقفي، توقفي، عودي لهنا. ابتعد عني. النجدة، أرجوك، سوف يقتلني. قام بخطفي، ساعدني، ساعدني. عندها قالت ها قد جاء، أعني أنه ركب السيارة وقاد أمامي مباشرة، ثم قاد في الاتجاه المعاكس. النجدة، النجدة. حول، هنا 2-8، أريد أن تأتي الشرطة إلى هنا في الحال. الشيء الوحيد الذي خطر ببالي هو التقاط الراديو والاتصال مستخدما رقم رفصة السيارة وطلب الشرطة. عند الظهيرة رفعت أم ميتسي سماعة الهاتف،
كان محققاً من قسم الشرطة. مرحباً. ماذا؟ طفلتي بخير؟ كنت أبكي، كنت أضحك، لم أستطع التوقف، كنت سعيدة جداً. ستعود للمنزل. بعد أكثر من 45 ساعة انتهت المحنة. اجتمعت ميتسي بوالدتها. كارل تيفوا أنهى عمله ذلك اليوم وعاد للمنزل كبطل متواضع. تم إلقاء القبض على كورتيس أندرسون لاحقاً. أقر بأنه مذنب وقد كان مداناً بإحدى عشرة تهمة اختطاف وتحرش، وحكم عليه بالسجن لمائتين وواحد وخمسين عاماً. أندرسون أيضاً اعترف أنه قتل فتاة صغيرة أخرى من نفس البلدة. ميتسي تلقت العديد من المكافآت لشجاعتها، من ضمنها ميدالية البسالة من الإنتربول. ميتسي سانشيز استطاعت التغلب على محنتها لأنها قامت بثلاثة أمور صحيحة. أولاً، رفضت أن تخضع لتهديد أندرسون بأن تبقى ساكنة حينما ذهب. ثانياً، ميتسي كانت يقظة، لاحظت أين خبأ خاطفها مفتاح القفل. أخيراً، فور تحرر ميتسي أسرعت للحصول على نجدة وهي تصرخ. لكن العديد من الأطفال في وضعها لا يعودون أحياء، لذا من المهم أن تخبري أطفالك ما عليهم فعله. أخبريهم أن القوة في الجماعات، لذا يجب أن يسيروا مع أصدقاء، وأن أفضل وقت للفت الانتباه خلال محاولة الخطف. علمي أطفالك كيف يصرخون لطلب النجدة بأعلى صوت ممكن، هذا يشد انتباه الناس. عندما سحبت طفلة من أوهايو باتجاه سيارة غرباء، أطلقت صرخة طويلة عالية. هرع الجيران مسرعين مما أفزع الخاطف. وعندما خطف رجل طفلاً في السادسة في واشنطن من حمام دار للسينما، صرخ الطفل هذا ليس والدي، فطارده الناس حتى نهاية الشارع. علم الأطفال مقاومة الخاطف بكل الطرق، بعض يد الخاطف، بإطلاق زامور السيارة، برمي المفتاح من النافذة، أو حتى إدخال أي شيء في فتحة التشغيل، دبوس الشعر أو حتى قلم يجعل من المستحيل تشغيل السيارة. وحتى بعد القيام بخطف الطفل لا يجب أن يفقد الأمل، بل يجب متابعة البحث عن مهرب. عندما اختطفت طفلة في السابعة في فيلادلفيا من أجل الفدية إلى منزل مهجور، قيد فمها ويداها، لكنها حطمت النافذة واستطاعت الخروج والهرب بمساعدة طفلين كانا يلعبان بالخارج. هذه الفتاة الشجاعة تعرفت لاحقاً على هوية خاطفها في المحكمة. العالم ليس آمناً كما نرغب، لذا علمي أطفالك كيفية التصرف في الأزمات. أنت تتنزه في واد بعيد، تسقط صديقة وتكسر ذراعها. في العام الماضي مات 29 متنزهاً في أمريكا فقط. لاني روفزر أوشكت على أن تصبح إحدى هؤلاء حين تحول ما بدأ كمتعة بسيطة إلى صراع يائس للبقاء. كان الوقت ربيع عام 2001 حين قامت لاني وتسعة أصدقاء لها باختيار التنزه على امتداد جدول على الوادي على حدود يوتاه وأريزونا. كلما ساروا أكثر وجدوا أن التيار يزداد قوة. أصبح تيار النهر سريعاً ولا يتحرك بالسرعة المعتادة، لذا كان علينا الحرص في تقرير جانب الوادي الذي علينا السير بمحاذاته. بعد فترة انقسمت المجموعة للسير وفقاً لسرعة كل منهم. لاني وصديقها جين وجون كانوا متقدمين. طلبت لاني من صديقيها أن يسبقاها. سأبقى هنا لالتقاط بعض الصور. هذا رائع. سألحق بكما. سنسير حتى القمة وسنلقاك هناك. حسناً. بعد حوالي 20 دقيقة وصلت لاني لمرحلة كان عليها فيها العبور إلى الجانب الآخر للنهر لتصل لمنطقة أفضل، لكن النهر كان عميقاً فقررت السير عبر بعض الصخور الكبيرة. لابد أنني انزلقت حين كنت أستكشف وأنظر حولي، مؤكد أن قدمي زلت ووقعت بين صخرتين. أدركت أنني حتى أنهض علي دفع نفسي من جنب الأيسر، وحين أمر دماغي ذراعي بفعل ذلك شعرت بأنني فقدت السيطرة عليها.
كان شعوراً غريباً، وأدركت بأنني آذيت ذراعي. لم تستجب لما أملاه عليها دماغي. لم أعرف حينها كيف أتصرف. شعور الألم سيطر علي كلياً. لا أعرف ماذا أفعل. كانت مشكلة كبيرة. افترضت لاني أن ذراعها اليسرى مكسورة، ثم رأت الدماء. كانت الدماء تغطي الصخرة أمامي، وعلق وجهي بسبب وزن أمتعتي، وكانت وجنتي مقابلة للصخرة، لذا لم أستطع الاستدارة برأسي لرؤية ما حدث لذراعي. لكن لاني أدركت أن لا أحد سيستطيع رؤيتها. بطريقة ما يجب أن يسمع أحدهم صوتها حتى يعثر عليها. عرفت بسرعة أن علي التقاط صفارتي من حقيبتي. النهر كان مزعجاً جداً. استطاعت لاني تحرير ذراعها اليمنى، لكن حين حاولت ذلك مع ذراعها اليسرى كان ذلك مستحيلاً. عرفت أنه ستمضي 20 دقيقة قبل مرور المجموعة التي تليها وسماعها. خشيت أن أتحرك أكثر، لأنه إن كانت عظامي محطمة ربما تحركي يؤذي العصب، وهذا أمر مهم بالنسبة لي، فإن كان مكشوفاً أو إن كانت أعصابي ممزقة فيجب أن أحذر من زيادة الضرر. كان الانتظار مؤلماً. كانت أقل محاولة لتحريك ذراعها اليسرى تسبب ألماً لا يطاق. أخيراً عرفت لاني أن أصدقائها اقتربوا. حاولت إصدار أصوات عالية. النجدة! النجدة! هل يسمعني أحد؟ لكن لم تكن هناك إجابة غير صوت الماء الجاري. هل انتظرت كثيراً لإطلاق الصفارة؟ كنت خائفة وفكرت بأنني قد أموت هنا. ماذا لو لم يجدني أحد؟ ماذا لو كانوا يسيرون على الجانب الآخر من الوادي ولم يروني؟ أنا عالقة في مكان منخفض وبين صخرتين. كانت لاني محاصرة، كانت ذراعها مكسورة، وكانت تبعد مسيرة يومين عن المناطق المأهولة. إن لم يجدها أحد فقد تموت. كنت قلقة جداً. حاولت رفع روحي المعنوية بالتفكير بأنهم سيسمعونني بالتأكيد، لكني لم أعرف إن كانوا قد مروا بي. مررت بوقت ذعرت فيه من أنهم ربما مروا بي ولم أكن أصرخ، ولم يروني ولم أسمعهم. لابد أن يمر أحد من هنا. بدأت لاني تشعر بالإنهاك، لكنها رفضت الاستسلام. بدأت أصفر وأصرخ أكثر. مرت 10 دقائق ثم 20، حين بدأ ألا أحد سيجدها أبداً. ماذا ستفعلين للفصل القادم؟ لم أقرر بعد، لا أدري. أتسمعين شيئاً؟ يبدو أنه صوت صفارة. هذا صوت لاني؟ إنها لاني. لاني! لاني! حينها بدأت أفقد السيطرة قليلاً، وبدأت بالبكاء، وبدأت أصرخ قائلة: أنا هنا! سمعت سارة صراخها، ألقت حقيبتها على الفور، فألقيت حقيبتي أيضاً، وبدأنا نركض ونقفز من صخرة إلى أخرى حتى وجدنا لاني. أنا هنا في الأسفل! لاني أنت بخير؟ النجدة، أنا هنا! لاني أنت بخير؟ لم تريا سوى الدماء التي غطت الصخرة أمامي. أنا عالقة وواضح بأنني مصابة. لقد وقعت، ذراعي اليسرى حتماً مكسورة. لمست أنا وسارة ذراعها عدة مرات، فقالت: لا، لا تلمسا ذراعي، وأصرت أن علينا ألا نلمس ذراعها. عرفت أنها مكسورة. عليكما أن تسحباها. من هنا، من هنا. بعد أن أخذنا الحقيبة من ذراعها السليمة، رفعناها من جانب جسدها أيضاً ودعمناها برقة على الصخرة. هيا، هذا جيد. تحررت لاني أخيراً، لكن ذراعها كانت مصابة جداً. لم أشعر بذراعي إلا حين جلست. كنت في وضع طبيعي لأنها كانت كالهلام. واضح بأن الأمر خطير جداً ويجب أن أهدأ. كانت ذراعي تتأرجح هناك وكأني لا أستطيع السيطرة عليها أبداً. كانت تتأرجح من كتفي. الأمر كان صعباً جداً. عاد جون وجين مع سارة. انضمت إليهم بعدها بقية المجموعة. بدون وسيلة اتصال ومسافة 20 ميلاً إلى أقرب مستشفى، عرفوا أن ذراع لاني يجب أن تلف بالجبيرة. أخذنا عصاً من أحد المتنزهين ليصبح مثل الجزء الصلب من الجبيرة. قصصنا القطع الأخرى من فراش شخص آخر لصنع الجزء اللين من الجبيرة. وأخذنا قميص أحدهم لربط كل شيء ببعضه البعض. لذا فقد صنعت الجبيرة من معدات الجميع. كنا
كنا نحمل شريطاً لاصقاً وبعض مواد الإسعافات الأولية والشاش لجعلها ممهدة، وأخذنا الربطات وكل شيء وربطنا ذراعها بجسدها لتستطيع إبقائها مستقيمة وحتى لا تتحرك. كنا نشعر جميعاً بالمسؤولية وأنجزنا عملاً رائعاً. كنا نشبه غرفة طوارئ متحركة. ثم جاء دور الرحلة 20 ميلاً من أراضٍ وعرة وعقبات. تمهلي حسناً. وبسبب وجود كل هذه العظام المحطمة كنت أحركها بين الحين والآخر، فأشعر بألم شديد وكأن قطعاً مكسورة تخترق عضلاتي. كانوا يسيرون ببطء في البداية، لكن حالما اعتادت على السير كانت تسير بشكل أسرع. كانت تستدير وتقول: هيا يمكننا الوصول اليوم، هيا بسرعة. الرحلة إلى أعلى الوادي كانت بطيئة. كان أفراد المجموعة يأملون الوصول مع نهاية اليوم. كان هذا مستحيلا. لن نصل قبل حلول الظلام، علينا التخييم. أنا آسف. كان أمام لاني ليلة طويلة ومؤلمة. كانت عظامي تصدر أصواتاً كلما تحركت. استلقيت وكان هذا الصوت أفظع جزء من الأمر، لأنني كلما استلقيت شعرت أنها تتحرك، وفي كل مرة أعدلها كانت تتحرك إلى مكان آخر. ألم أنف لاني المكسور وصل أقصى درجاته أيضاً. أفراد المجموعة كانوا قلقين في تلك المرحلة بسبب الدماء التي نزفت من أنفي. كنت أبدو وكأنني تعرضت للضرب. كانت هناك دوائر سوداء داكنة حول عيني. كنت متورمة بالكامل وكان وجهي ضخماً، وكانت هناك إصابات كثيرة. أخيراً في الصباح التالي أوصلت المجموعة لاني إلى المستشفى. بسبب خطورة جراح لاني أعجب الطبيب بطريقة تعاملها والمجموعة مع الأمر. قال الطبيب: لو أنه لم يتم التعامل مع الأمر بهذه الطريقة الجيدة لكانت النتائج سيئة للغاية. الجميع عمل بكل مسؤولية للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة. كان أنفي مكسوراً من مكانين وقد كسر باستقامة لحسن الحظ، لذا لم يكن هناك تغيير وشفي بشكل رائع. أنا ممتنة لذلك، لكن الوضع مختلف بالنسبة لذراعي. كانت ذراعي بحالة سيئة، كانت مصابة بخمسة كسور وكان الكسر قطرياً، كانت محطمة بالكامل. اليوم رغم الخوف والرعب الذي عاشته في تجربتها تنظر لاني إليها بفخر. كانت تجربة صعبة لكنها زادت قوتي، ازدادت ثقتي بنفسي. تشكل كسور العظام 20% من إصابات البرية. كان يمكن أن تكون حالة جراح لاني أسوأ لو لم تعرف طريقة معالجتها. رغم أن ذراع لاني كسرت من 5 مواقع إلا أنها لم تصب في الأوعية الدموية. في حالتها كان تجبير الذراع هو أفضل علاج. الجبيرة المؤقتة التي صنعها أصدقاء لاني منعت العظام المكسورة من الحركة. تثبيت الذراع المصابة بجسدها خفف من الوزن وساعد في منعها من الحركة وخفف الألم والتورم. في البراري يمكن ارتجال جبيرة من الأغصان وأعمدة التزلج وأدوات الصيد. حين تقومين بتجبير ذراع مكسورة ثبت الأغصان أو الأعمدة تحت مكان الكسر. ثبتي طبقات في الجبيرة لتخفيف الشعور بعدم الراحة. تفقد الدورة الدموية تحت الكسر بعد ربط كل جزء من الجبيرة. سائق الدراجة النارية تعرض لحادث وكسرت ساقه في الريف الكندي البعيد. استخدم الأغصان والشريط الكهربائي لصناعة جبيرة لساقه المكسورة واستطاع السير ميلاً حتى وصل إلى الأمان. إن لم تستطيع السير فافعلي كما فعلت مجموعة الكشافة حين أنقذوا رجلاً يزن 200 باوند. صنعوا نقالة باستخدام العصي والشجيرات وحبل مظلة وفرشة تخييم. حملوه 2 ميل إلى المنقذين. في حال الأنف المكسور لا تصححيه إلا إن واجهت صعوبة في التنفس. عظام الأنف لا تبدأ بالشفاء حتى مرور 5 إلى 7 أيام. يمكن إجراء الجراحة التجميلية بسهولة فيما بعد. إن كنت تحبين التنزه ففكري في حمل بعض مواد الإسعافات الأولية الحديثة. تسمى إحدى أفضلها جبيرة سام.
إنها جبيرة خفيفة الوزن من الألمنيوم اللين، مزودة بطبقة لاصقة ذات مسافات للتهوية. إنها خفيفة وفعالة. هل تعلمين؟ العديد من العلاجات المنزلية في حالات الحروق يعتقد الناس أنها ناجحة، ولكن معظمها قد يزيد الحروق سوءاً. جد الطريقة الآمنة لمعالجة الحروق من ملفات هل تعلمين؟ إذا أصبت بحروق فلا تدهنيها بأي مادة دهنية. المواد الدهنية تبقي الحرارة بالداخل وتجعل الحروق أسوأ. العلاجات المنزلية الأخرى كبياض البيض أو معجون الأسنان قد تجذب الأوساخ نحو الحروق وتلوثها. ولا تقومي باستخدام مياه شديدة البرودة أو الثلج، هذا يجعل درجة حرارة الجسم حول الحرق تنخفض بسرعة كبيرة، مما يدمر الجلد بشكل أسوأ. العلاج المناسب للحروق البسيطة هو استخدام المياه عادية البرودة. مرر المياه على الحرق أو استخدمي منشفة مبللة.